في اليوم الذي كان مسلحون مناصرون لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة يتصدون بالسلاح لمتظاهرين مؤيدين للمعارضة في 23 كانون الثاني 2007، كان رئيس حزب الكتائب أمين الجميل يستقبل في منزله في سن الفيل السفير الأمريكي جيفري فلتمان ليبلغه في شكل سري أنه تلقى دعوة لزيارة إيران، معتبرا إياها إشارة إلى احتمال قبوله رئيسا مقبلا للجمهورية اللبنانية، وهو ما ورد في وثيقة من ويكيليكس رقمها 07 بيروت 122 تاريخ 23 كانون الثاني 2007. بتاريخ 23 كانون الثاني 2007 وفي لقاء بينهما في منزله في سن الفيل، رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أبلغ السفير أن السفارة الإيرانية في بيروت اتصلت به الأسبوع الفائت لدعوته إلى طهران مع التلميح إلى أن إيران قد تدعمه كرئيس. السفير فلتمان الذي دون الوثيقة قال: بما أن طموحاته الرئاسية التي ينفيها بشدة والتي بالكاد يتمكن من إخفائها تم إيقاظها في شكل واف، لجميل الذي حافظ على حوار مع حزب الله لبعض الأشهر أشار إلى أنه أوربك جراء العرض غير المتوقع من إيران. وخلال تناول الوضع السياسي اعتبر لجميل أن ميشيل عون وسليمان فرنجية كانا يقومان بعمل نصر الله الوسخ نيابة عنه، غير أن تطورا لافتا طرأ خلال الجلسة، فقبيل نهاية الاجتماع الذي طال ساعة الرئيس السابق أمين الجميل انحنى نحو السفير وقال إنه ينوي الكلام على موضوع حساس إلى أقصى حد من خارج السياق. وأضاف السفير الأمريكي أن الجميل شدد على أننا كنا نعلم بأنه التقى في شكل دوري مع كبار مسؤولي حزب الله بمن فيهم الأمين العام حسن نصر الله. وأضافت الوثيقة: ما كنا لا نعلمه ربما تابع الجميل، وما كان حصل مع الجميل على حين غرة هو أن السفارة الإيرانية وعلى الأرجح السفير محمد شيباني اتصلت به الأسبوع الفائت مع دعوة للقاء كبار القادة الإيرانيين في طهران. واعتبر الجميل وفق فلتمان أن على الرغم عدم الدخول في التفاصيل كان واضحا أن النظام الإيراني يريد أن يتكلم معه في شأن الرئاسة اللبنانية إحدى العناصر الجوهرية للأزمة الراهنة. فلتمان قال إن الجميل سألنا أيضا أن ننصح له حول سبل الإجابة. الجميل قال إنه سعى أيضا إلى نصيحة من السفير السعودي عبد العزيز خوجة الذي لم يبدو متفاجئا بالأخبار، حتى أنه شجع الجميل على عدم تفويت الخرق الحاصل على الخط الإيراني. وفي رسالة غير مباشرة تؤكد عدم ممانعته الترشح الرئاسي، الجميل اعترف أيضا أن كثيرا من النواب قاربوه في الأسابيع الفائتة لجس النبض إزاء استعداده للترشح وفق فلتمان. ومن ناحية أخرى، الجميل سأل إذا كانت القوانين الأمريكية المناهضة للإرهاب يمكن استعمالها ضد عون وفرنجية ومساعديهم الكبار. رئيس الكتائب قال إنه سمع إشاعات لناحية أن الولايات المتحدة كانت تدرس تدابير كهذه وأمل في أن تكون المؤشرات إلى ذلك صحيحة. وأضافت الوثيقة أن الجميل حث واشنطن على مواصلة إدراج الزوار والمؤيدين على اللائحة السوداء. وفي ختام الوثيقة أورد فلتمان ملاحظات منها أن الولاية الرئاسية لأمين الجميل التي تعود إلى أيام الحرب الأهلية لا يذكرها اللبنانيون بإعجاب. وفي سياق الملاحظات قال السفير الأمريكي باستغراب: لكن هناك بعضا من السذاجة التي تتفرع من الجمع الغريب الذي يظهره الجميل بين الطموح والحداد، أي بين استعمال حزنه على فقدان ابنه بيير الجميل خدمة لأهدافه الرئاسية. الجمعة في ويكيليكس: السنيورة محبط لسبب غير سياسي، وجنبلاط يواسيه في السراي الحكومي لكن الطعام لا يؤكل، ورئيس الحكومة لا يقدم الكحول، أما تصرف عائلة الحريري فولدنه على حد قول جيفري فلتمان.